انا حاسس ان انا شفت حضرتك في حته قبل كده. ايوه بايلوت اوف ذا كاريكيان جوني ديب، كان عامل قصه حياة القرصان زعنفه البحر درويش اللي هو ايوه صح. انت مش شفتيه في الفيلم؟ بس ورحمه امي ما احله وهجيبه هنا، هو وصناع الفيلم الكروز ده كله همسمره هنا في المركب. ليه؟ عشان الفيلم ده متزيف فيه الحقائق بتاعت قصة حياتي، وجوني ديب مش هو الشخصية اللي تجسد شخصية زي حياتي كبيرة. طب حضرتك يعني يا قرصان زعنفة كنت عايز مين يجسد شخصيتك؟ يعني الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الأستاذ كمال أبو رانيا. فنان؟ فنان. انت هتاخدوني في دوكة؟ استنوا بقى اما نشوف الكاركترات اللي مرميه على الارض دي.